صار تحت. يا عيني اجا مهند. مهند صار تحت. مراد وين رحت؟ على مهلك. بشير خذ الشنطة البنية وحطها على جنب. حاضر. مهند. اهلا. اهلين باحلى سبع. كيفك يا بطل؟ تمام. وانت؟ مشتاق لك. على اساس ما بدك تجي للاسبوع الجاي؟ حكيت مع الخانم الحلوة فما حبيت اني زعلها وجيت بسرعة كبيرة. لغيت من اجازتي اسبوع بحاله. كانت حلوة كتير. تعرف انه هلأ صارت تشبه انجلينا جولي؟ مراد عيب. مادموزيل شو اخبارك؟ الحمد لله على السلامة مهند بيك. الله يسلمك. في شغلات كتير حابب اني احكيها. باريس مدينة الحب والعطور، شي بجنن. متوقع هالشي. الحمد لله على السلامة مهند بيك. كيفك جميلة؟ ايه وين العيلة بالحديقة؟ ايه يلا خلينا نعمل له مفاجأة. امشي قدامي لشوف. صباح الخير. صباح الخير لميس خانو. هات لساعدك شوي. والله تقيلة. تركي انا بشيلها. يسلم. انتبه اطلع على مهلك. حزروا مين اجا؟ حزروا. مهند بيك. كيفك عمو؟ الحمد لله على السلامة. والله فقدنا الامل منك. هاتفك على طول مسكر. جربت لنا بالنا اتصل شي مره وطمنا. والله الحق معك يا عمو. كان في يتصل على حسابنا حتى لو ما معه مصاري. مزبوط. الاموره كيفك؟ بعد عني لا تبوسني. لئيمه. لميس ضايع قدامي. اول ما شفتوا بعض بلشتوا بالخناق. ظاهر انه السنفور عم تغار مني. ودخلك على شو بدي غار منك؟ انت مقضيه عطل كل الوقت وما عم تشتغل اي شيء. نهال ليش عم بيقلي سنفورة؟ انتبهي كيف بتتصرفي مثل البنات الصغار. انت صغيرة ومغنجة كمان. وانت كمان حاجتك. ماشي ماشي انا اسف. مراد حبيبي ليش ما بتقعد هون؟ الهدايا بالاول. ايه وين الهدايا؟ جبت لي هدية معك؟ اكيد جبت لك يا سبع. اكيد جايبه مشي استراحة بتوزع البلاش. شو عرفي؟ شرف سبع. شكرا يسلموا. عمي الغالي هديتك. يسلموا ايديك. لميس خانو جبت لك بذور. هالبذور فيك تزرعيهم بشي مكان بالحديقه. يسلم ايديك يا مهند. كنت حابب جيب لك باريس بمحلاتها وترابها وناسها بس هذا اللي قدرت جيبه هلا. شكرا كثير. هذا لطف كبير منك. سنفورة هي هديتي. حل عني ما بدي شي منها. شو ما عجبتك؟ فرجيني اياها. تمام تمام. خلص خلص عم بمزح. جبت لك علبة بارفان. ما بدي شي منك. لا تزعليني. ليك والله بضربك والله بضربك. Thank you.